محمود ديناجي الجزائري لطفي بوكويسا يزفر مباراة ليتوال مع السيابي. الملعب التونسي يستضيف اتحاد تطاوين بإدارة الحكم نعيم حسني، والنادي السويقسي يواجه هلال الشاب بسفرة الحكم وليد الجريدي. في المجموعة الثانية الأولمبي البيجي وجه النادي الإفريقي تحكيم خالد قويدر، أشرف الحركات زفر مباراة مستقبل الرجيش مع الاتحاد المنستيري، أولمبيك سيدي بوزيد مع نجم المتلوي بسفرة الحكم محمود قسعة، واتحاد بن قردان يستضيف مستقبل سليمان الحكم هو هيثم قيرت. في نفس الإطار الهيئة المديرة لهلال الشاب أصدرت بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، واللي احتجت فيه على تعيين الحكم وليد الجريدي لمباراة غدوة ضد السي اس اس في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة، واستغربت هيئة الهلال عدم الاستجابة لطلبها بتعيين حكم أجنبي في مواجهة غدوة ضد فريق عاصمة الجنوب. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اجتمع اليوم وان اتخذ مجموعة من القرارات، ابرزها معاقبة امل حمام سوسة باغتيال مالية 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات خلال مباراة النادي السويقسي، معاقبة الاتحاد المنستيري باغتيال مالية 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات خلال مباراة اتحاد بن قردان، 3000 دينار اغتيال للسيابي من اجل العود في اشعال الشماريخ دون رميها في مباراته ضد الملعب التونسي، معاقبة اتحاد تطاوين باغتيال مالية قيمتها 5000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات خلال مباراة الترجي، اغتيال مالية ب 5000 دينار ضد النادي الإفريقي من أجل العود في رمي المقذوفات خلال مباراة ضد مستقبل الرجيش، معاقبة مرافق مستقبل الرجيش عياد السيود من الجلوس على بنك الاحتياط زوز مقابلات، واغتيال مالية ب 5000 دينار بعد إقصائه في مباراة النادي الإفريقي، معاقبة مرافق النادي البنزرتي ماهر السبيقسي من الجلوس على بنك الاحتياط زوز مقابلات، واغتيال مالية ب 5000 دينار بعد إقصائه في مباراة الملعب التونسي، ودعوة مسير أولمبيك سيدي بوزيد نعمان كدوس للمثول أمام مكتب الرابطة الأسبوع المقبل مع إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي. في الرابطة المحترفة الثانية الشبيبة القيروانية تواصل تحذيراتها في ملعب حمد العويني بإشراف المدرب عصام المرداسي، تمارين الجي اس كا شهدت عودة الثنائي أحمد الفزاني ويحيى المتيري، نذكر أنه الشبيبة باش تواجه سبورتينغ المكنين في مقابلة ودية باش تدور نهار لحد ماضي ساعتين في ملعب حمد العويني بالقيروان. إفريقيا الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن عن تفاصيل عملية بيع تذاكر مباراته ضد يونغ أفريكانز التنزاني المقرر نهار الأحد 12 فيفري 5 متاع العشية في ملعب رادس لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لمسابقة كأس الكاف. بالنسبة لأسعار التذاكر باش تكون بين 15 و 50 دينار مع تخصيص تذاكر مجانية للعنصر النسائي. في كرة اليد غدوة تتلعب الجولة 13 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة، كل المقابلات ينطلقوا الأربعة متاع العشية، سبورتينغ المكنين يستضيف النجم الساحلي، بعث بن خيار يلعب ضد النادي الإفريقي، نصرة بولبا يواجه نادي قصور السيف، مكارم المهدية يستضيف نادي ساقيت الزيت، نادي قصر هلال مع الترجي الرياضي التونسي، ونادي كرة اليد بجمال يواجه جمعية الحمامات. في كأس العالم للأندية اليوم تلعبت مقابلة الدورة النصف النهائي الأول، الهلال السعودي ضمن تأهله للدورة النهائي بعد انتصاره على فلامينغو البرازيلي 3-2، وبالتالي تأهل فريق الهلال لمواجهة الفائز من مباراة النصف النهائي الثاني اللي باش تدور غدوة بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس، وباش تجمع بين ممثل كرة القدم الإفريقية والعربية الأهلي المصري ضد ريال مدريد الإسبانية. خارج تونس وفي أبرز مقابلة اليوم في الدوريات الأوروبية في الجولة 21 من الكالشيو الإيطالي سيريا، ساليرنيتانا منهزم حاليا أمام اليوفي 3-0 في الشوط الثاني. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في حماية القلب وتحسين قدرة الرئتين بالإضافة للتخفيف من ألام الظهر وزيادة الكتلة العضلية مع المساعدة في التحكم في الوزن والحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم، أخبار الرياضة على الحياة أفهم.